دلوقتي هنبتدي شرح العظم بتاع السكال او الجمجمه. طبعا الجزء الخارجي اللي هو بيبقى بيسموه الكاب او الفولت اوف ذا سكال، اللي كنا بنقول عليه في النظر ان هو فلات بون. طبعا السكال بتبقى بالمنظر ده. مطلوب مني الاول اعرف العظم المختلف بتاع عظم السكال. طبعا ده نفس اسامي اللوبس او الفصوص اللي هنقولها في البرين في الموديول. لو علمني على الجزء الامامي ده من السكال اللي بنسميه فرانتال بون، فرانتال بون. اما لو علم لي على العظمتين اللي من فوق في المكان ده اسمهم بارايتال بون، بارايتال بون. لو علمنا من ورا في المكان ده هنسميه اوكسيبيتال، اما في الجنب بنقول عليها تيمبورال بون. يبقى تاني فرانتال بارايتال ورا اوكسيبيتال وفي الجنب تيمبورال، فرانتال بارايتال ورا اوكسيبيتال وهنا بنسميها تيمبورال. نخش بقى على العظم بتاع الوش. طبعا لو علم لي في التجويف بتاع العينين ده بنسميه الاوربت، بنقول عليها اوربيتال بون او الاوربت. اما لو علم لي على العظم بتاع المناخير بسميه نيزل بونز، يبقى اوربت ونيزل بونز. العظم بتاع الفك العلوي اسمه ماكزيلا، ماكزيلا. طبعا هيبقى في عندي الفك السفلي كمان شويه هنشوفه لوحده اسمه ماندبول. عظم الوش تاني اوربت، نيزل بون، ماكزيلا. بعد كده العظمه الخارجيه من تجويف العين اللي هو المنطقه دي بيسموها زيجوماتيك بون، زيجوماتيك بون اللي هو الدراع الخارجي اللي من عظم الاوربت اسمه زيجوماتيك بون. اما الدراع اللي طالع منه ده اسمه زيجوماتيك ارش، زيجوماتيك ارش. طبعا ده اللي بيبقى في خدك وبتلاقيه بارز شويه اسمه زيجوماتيك ارش. امشي مع الزيجوماتيك ارش لاخره هتلاقي فتحه بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، دي فتحه الاذن الخارجيه. طبعا اي حاجه متعلقه بالسمع اسمها اوديتوري، فبيسموها اكسترنال اوديتوري ميتس. اكسترنال يعني خارجي، اوديتوري يعني سمعي، وميتس معناها فتحه. تعال نقول تاني، يبقى اوربت، نيزل بون، ماكزيلا، زيجوماتيك بون اهو اللي هو الدراع الخارجي من الاوربت. امشي مع الدراع اللي طالع منه اسمه زيجوماتيك ارش، مع نهايه الزيجوماتيك ارش في النهايه اكسترنال اوديتوري ميتس. لو قلبت الجمجمه بالمنظر ده هتلاقي في ظهر الزيجوماتيك ارش بالظبط حفره اهي بالمنظر ده اسمها مانديبولار فصه، عشان المفروض ان المانديبول اللي هو الفك السفلي بيركب فيها بالمنظر ده كده. عشان كده اعرف ان في ظهر الزيجوماتيك ارش المنطقه دي اسمها مانديبولار فصه. طبعا لو علم لي على سقف البق في المكان ده السنان باينه اهي اسمها الهارد بلت. طبعا في جزء وراه اسمه السوفت بلت بيبقى غشاء فمش هيبان في العظم، يبقى ده اسمه هارد بلت. الخرم الكبير قوي ده اللي بيعدي منه جذع المخ اسمه فورامن ماجنوم، او الخرم الكبير اسمه فورامن ماجنوم. المخدتين اللي جنب الفورامن ماجنوم دول اسمهم اوكسيبيتال كوندايل. طبعا كلمه كوندايل معناها مخدتين عشان هيعملوا كوندايلويد جوينت، المفصل اللي احنا خدناه في النظري، وهيقعد عليهم الفقره العنقيه الاولى. يبقى اللي في ظهر الجمجمه اتفقنا في البيز حاجه اسمها مانديبولار فصه اهي اللي قاعد فيها المانديبول، هارد بلت، هارد بلت. المنطقه دي اسمها فورامن ماجنوم، المخدتين دول اسمهم اوكسيبيتال كوندايل. تعال نراجع بقى كل عيناتنا. بقى اتفقنا العظمة الأمامية دي اسمها فرانتال بون، بارايتال بون، ورا اسمها اوكسيبيتال بون، في الجنب تيمبورال بون. بعد كده عندي الجزء ده اسمه الاوربت، نيزل بون، زيجوماتيك بون، زيجوماتيك ارش، في نهايته اكسترنال اوديتوري ميتس. الفك العلوي اتفقنا اسمه الماكزيلا، أما الفك السفلي هنتفرج عليه كمان شوية اسمه المانديبول. لما نقلب الزيجوماتيك ارش هنلاقي في ظهره مانديبولار فصة، هارد بلت، فورامن ماجنوم، واخيرا على الجنبينه اوكسيبيتال كوندايل عشان هي في الاوكسيبيتال بون ويقعد عليهم ايه الفقره العنقيه رقم 1. دلوقتي بقى هنبتدي نشوف الفك السفلي اللي اسمه ماندبل او بالمنظر ده. طبعا ما ننساش اول ما نشوف العينه نكتب اسم الماندبل، بعد كده نشوف العينات اللي عليه. طبعا في كل العظمه هنبتدي نشوف اي عظمه فيها جزء طويل يبقى عندها هيد، ولو علم لي دايره داير ما يدور كده بالقلم او بالتباشير حوالين الهيد في المكان ده اقول له ده النك، يبقى ده هيد وده نك. الدراع ده كله لو علم لي عليه اقول له اسمه الريمس، لو علم لي على الزاويه دي اسمها انجل، اما لو علم لي على الفك من قدام اسمها البادي.
يبقى تاني هيد تحت الهيد نيك ريموس انجل ده اسمه البادي. اما لو علم لي على الجزء اللي قدام الهيد ده اسمه كورونويد بروسس. كورونويد بروسس بص الناحيه الثانيه اهو ادي الهيد هيبقى تحته النك داير ما يدور ده اسمه الريموس. الجزء ده اسمه الانجل.